كمان سيادة الرئيس اتكلم عن التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية من 2011 ولغاية دلوقتي، وأكد على أن مصر ستظل باقية وصامدة وأن الدولة المصرية قادرة على تأمين نفسها وحماية أمنها القومي. هنا بالنسبة للمصريين، أنا عارف أن التحديات بقالنا تقريبا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة، لكن عزائنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دي من كل شر وسوء، وكان الأمر مرتبط مش هقول بحاجة بسيطة حياة وتكلفتها، لكن في فرق كبير جدا بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة. بين تكاليف حياة ممكن تبقى غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول. مصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى باقية صامدة قادرة بيكم انتم، ومحدش هيقدر، محدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم. لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى كافية، لكن شعبها كمان هو كمان مسؤول معانا على حفظ مصر وأمنها. اوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم ويخليكم يعني كفاية خراب الدول الأخرى. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. مبروك أبنائنا وبناتنا اللي اتخرجوا النهاردة، ومبروك لأسركم، وربنا يا رب يحفظكم وتبقوا دايما زخر وقوة وقدرة لمصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.